وسهلا، مرحبا بكم في قناة الأخوات الثلاث. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا لكم دجاج محمر على طريقة الأم ديالي، كيجي لذيذ بطريقة مبسطة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوه. خليكم مع المقادير. بالنسبة للشرمولة ديال الدجاج، غادي ناخدو القزبور والمعدنوس، غادي نقطحنوهم مزيان، والثومة الكمية الكافية، واحد البصلة مشلضة صغيرة، شوية ديال البزار والكامون، الملحة، الخرقوم البلدي، والزعفران، سكينجبير، شوية ديال القرفة والمروزية ديال الدجاج، والسمن. وناخدو واحد ضامة ديال البنة بنكهة ديال الدجاج. وغادي نحتاجو اللب ديال الحامض، حامض مصير. صافي، نخلطو هاد المكونات مزيان. ناخدو الدجاجات ديالنا ونحطوهم في الشرمولة. هنا هادو المقادير ديال 3 ديال الدجاجات. الا كنتو مزروبين خليهم تقريبا شي ساعتين، والا كان الوقت كافي من الاحسن يباتوا واحد ليله كامله باش تدخل ليهم ديك الشرموله مزيان. صافي، نحاولوا نجمعوا الدجاجات مزيان باش ما يتحلوش فاش يكونوا كيطيبوا. عاد نحطوهم في الطنجره ونضيفوا عليهم جوج كيسان ديال زيت الزيتون وكاس ديال زيت نباتيه، هادو كيسان كبارين تقريبا، وواحد ربعه ديال البصلات نشلضوهم فوق من دوك الدجاجات، وربعه ديال الكيسان كبار ديال الماء كيف كتشوفوا في الفيديو. صافي، خليكم مع الطريقه. عاد كنردوا الدجاج ديالنا يطيب فوق البوط.
نقاط الكبده غادي نغسلوهم مزيان ونسلقوهم مع شويه ديال الملحه والثومه القزبر الحامض شويه المروزيه، نضيفوا الماء ونخليهم حتى كيتسلقوا عاد باش نصفيهم ونحتفظوا بهم على جنب. هنا منين غادي يطيبوا دوك الدجاجات غادي ناخذوا غادي نحيدوهم من المرقه ونديروهم في شي كسكاس باش يقطروا مزيان. فهاد الاثناء غادي ناخذوا ديك المريقه هي اللي غادي نصفوها مزيان عاد باش نضيفوا عليها الكبده والعنيقات ونخليوهم حتى كيطيبوا مع ديك المريقه حتى كتغمر. هنا الفيديو مشى ليا اللي فيه الطريقه كيفاش كنصفيو المرقه وداكشي، راه طريقه بسيطه. واخيرا غادي ناخذوا مقله غادي نضيفوا ليها الزيت وشويه ديال الزبده واحد المعلقه صغيره حيت هي اللي غادي تعطيهم داك اللون المحمر. صافي وغادي نقليو الدجاج ديالنا كنقلبوهم على الجهتين. خليكم مع تتمه الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كيجي داك الدجاج محمر ومقرمش والمريقه كتجي مدغمره. يمكن لكم تزينوهم بالبطاطا فريت البيض والزيتون يعني باي طريقه بغيتو. نتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. موعدنا مع وصفه جديده وفيديو جديد. الى اللقاء.